إذن على بركة الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في فينما كنتم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا بملعب نادي الرحال لكرة القدم واللي بالموازاة مع المدرسة اللي كيديرها النادي فكيسمح الفرق الأحياء ديال المدينة القديمة أنهم يجروا مقابلات في كرة القدم في هذا الإطار هذا. فمعنا هذه المقابلة اللي كتجري حاليا ما بين مجموعة من الشباب متفاوتين الأعمار بطبيعة الحال، كاين الشباب ربما ديال 22 23 27 كاين حتى ربما حتى الناس اللي فيتين 40 سنة حتى هما متواجدين هنا. هذا هو الجميل، يعني غتشوفوا معنا واش كاينه اللمسة او ما كايناش. لاحظوا معايا كاينين شباب اللي شفتهم انا حاليا دابا كنهضر معكم وكنشوف في الناس اللي كاينين كنتعرف على شي وحدين فيهم. كاينين الناس اللي زولوا في فرق كبيرة كفريق الوداد البيضاوي، فريق الرجاء البيضاوي، فريق الراك، فريق الاتحاد البيضاوي، النهضة البيضاوية. يعني كاين العديد من اللاعبين اللي مارسوا كما قلت. فكنتمنى انكم تقضوا معنا وقت ممتع خلال هذه المقابلة. هذه ارضية جميلة ما شاء الله، الاضواء الكاشفة في المستوى. لاحظوا معايا الدليل هو، لاحظوا معايا المقابلة كيفاش كتبان. لاحظوا معايا التركيز، غادي نحاول نقرب لكم. واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، رقم 10 والسهل الحمد لله رقم 10 بكل صراحة. يعني تمريرة مباشرة في يد حارس المرمى اللي بدوره كيلعب الدفاع. نعيش معكم اجواء واحد اللحظات ديال هذه المقابلة هذه. ان الكرة دائما رقم 10 بين انه لاعب رغم السن ولكن كيبان بانه كان رقيقي كما كنقولوا باقي رقيقي. شاهدوا معايا التمريرة هذه، تدخل الحارس. ان مقابله كتبان عليها طابع ديال الجديه، يعني بحال اللقاءات هادو واخا كيكونوا وديين ولكن كتكون فيهم منافسه قويه، خصوصا الى كانوا لاعبين في المستوى كيف ما قلنا. كل واحد فيهم او كل فريق كيبغي يبين على علو الكعب ديالو، وهذا الشيء هو اللي غادي نشاهدوه في خلال المقابله هذه. اذا شاهدوا، ولكن كانت تمريرات في المستوى ولكن الختام ما كانش في المستوى. الكره كتمشي فوق العريضه، كان تمرير الكره بين جوج ديال اللاعبين. اظن انهم بل يجيلي فيه الانباء، ما عرفتش واش الاخوان صحفيين. انا يلا انتبهت للجيري دابا عرفتش. لا غير فقط واقيلا شي جيليات مكتوب فيهم ديك السميه، كان كنظن بانه تمريره في الدفاع.
الكره دائما في الدفاع ديال الفريق البرتغالي. غادي نعطيهم اسماء الفريق البرتغالي والفريق الاصفر. غادي نعطيهم الاسماء هذو. فريق الكره دائما عند الفريق البرتغالي، لكن تدخل الدفاع والكره تخرج الى خارج خط المرمى. اذا ركنيه للفريق البرتغالي. إذن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. قذف من بعيد، قذفة جميلة وتدخل أجمل لحارس المرمى، لكن الكرة تمر بمحاذاة المرمى. إذن الشباب كيستغلوا هاد نتمنوا السلامة للجميع. اللاعب سقط الأرض، نتمنوا الإصابة ما تكونش، لكن كيقوم بكل روح رياضية. اللاعبين كيتساقطوا في بعضياتهم فيما بيناتهم. الكرة دائما عند الفريق الأصفر، كرة للجهة اليسرى دائما من وسط الميدان. هاد اللاعب هذا اللي لاعب تميز من كانت قذفة لكن فوق العارضة، لأن 5.50 متر كرة عند الفريق البرتغالي. إذن كنت كنقول بأنه الشباب كيستغلوا هاد أيام ديال العيد، أيام العطل، كيحاولوا أنهم يبعدوا على الضغط ديال العمل، إجراء هاد المقابلات في كرة القدم. كنعرفوا الشعبية اللي كاينة عند كرة القدم الصعيد العالمي، خصوصا على المستوى الوطني ومشاركة المشرفة للمنتخب الوطني المغربي. كانت سيف ذو حدين، يعني كاين فيها سلبيات وكاين فيها ايجابيات. هي كلها الحمد لله ايجابيه، غير المعنى اللي بغيت نقول بانه من السلبيات، غنبداو بالسلبيات. السلبيات اللي كاينه هو انه دابا اي فريق كيف ما كان حاليا كيستعد للمنتخب الوطني بكل جديه وكانه غادي يلعب نهائي. والدليل هو الى شفتوا معايا الراس الاخضر، تعادل يعني داخل المغرب جنوب افريقيا، فاز على المنتخب الوطني المغربي اصابتين مقابل اصابه واحده في بريتوريا. اذا كما قلت كل المنتخبات دائما او كل فرق اصبحت كتستعد للفرق الوطنيه والمنتخبات الوطنيه بكل جديه، لانه الفريق الوطني او الفرق الوطنيه المنتخبات المغربيه اصبحت الان هي على راس المنتخبات والانديه على الصعيد القاري. لهذا كما قلت هذه هي السلبيات، اما الايجابيات فحديت ولا حرج. يكفي فخر ان نتكلموا على المرتبه الرابعه على المستوى العالمي، هذه ما كتحدثش في كل لحظه وحين. فاكيد هذه كانت نتاج واحد العمل اللي قامت به الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كانت مجهود ديال العديد من المسؤولين، كانت حكمه ديال القائد والرياضي الاول جلاله الملك الله ينصره، اللي اكيد المبادره يعني الرساله اللي كانت في السخيرات اللي ذكرتوا معايا كانت هي الانطلاقه ديال الرياضه الوطنيه. والحمد لله اللي بدينا كنشوفوا نتائج على ارض الواقع. مؤخرا المغرب يعني على مستوى العاب العربيه فاحتل الرتبه الاولى بفارق كبير جدا. إذا تكلمنا على 56 ميدالية يعني للمغرب
في الصف الثاني، الصف الثاني اللي هو مصر، ف 19 الا ما خانتنيش المعلومه 19 ميداليه، منها 10 ذهبيه. المغرب حصل على 18 ميداليه ذهبيه، وحصل على شي 25 واش فضيه او نحاسيه. المهم المجموع كانت 56، يعني كان يعني المغرب يغرد وحيدا في الالعاب العربيه. اذا كما قلت هذه الحمد لله دلاله لانه يعني البلاد كلها الحمد لله على المستوى الرياضي الحمد لله كاينه، كاين امور مزيانه الحمد لله، كاين ايجابيات كبيره كبيره بزاف. اذا نرجعوا معكم للمقابله، حاولت انني نمشي نغوص معكم ونستغلوا هاد اللمسات الفنيه اللي كيقوموا بها هاد اللاعبين. حاولت نستغل هاد المناسبه هذه باش ندردش معكم شويه. نتمنى انني نكون ضيف خفيف الظل. اذا كما قلت نرجع بكم الاجواء ديال المقابله اللي كيجريوها هاد الشباب هنا، واللي دائما كتجري تحت واحد الاجواء رائعه، ارضيه جميله جدا. شاهدوا معايا، يعني من خلال دحرجه الكره كتبين. لاحظوا 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 التدخل، كان تدخل ديال إذن لقاء كيبان صعيب بزاف، أكثرية ناري تدخل جميل جدا، يعني كانت تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، قذفة مباشرة يعني كما كنقولوا اسمها الماها، ولكن تدخل رائع للحارس ديال الفريق البرتقالي. لاحظوا كان تدخل جميل جدا اللي خلى الكرة تخرج للركنية، إذا ركنية للفريق الأصفر. إذا كما قلت اللقاء يبدو أنه صعب صعب، الكرة يعني دائما من وسط الميدان. إذا هدف 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 هدف، كانت قذفة خارج مربع العمليات، كتستقر الكرة في الجهة اليمنى لحارس الفريق الأصفر لتصبح النتيجة إصابة لصفر. إذا كما قلت أجواء رائعة كيجروا فيها هاد الشباب هاد اللقاء هذا. إذا باش ما نطولش عليكم، لأنه أكيد كاين اللي باغي يبقى يتفرج، وكاين اللي إنسان كاين اللي كتجي شوية ديال الملل، فنخليكم في هاد اللحظات هادي، ونتمنى أنه نتلاقاو معكم شيء مباشر اخر. اذا حاولنا ان نعطيكم الصوره هنا. لاحظوا لاحظوا التمريره، يعني صراحه كتحس بالضربه، الضربه كما كنقولوا الضريبه، الضريبه احنا المغاربه كنقولوا الضريبه. يعني كتحس كاين خطط تكتيكيه، يعني الدراري كيلعبوا كره، كيلعبوا في الفرق ديالهم، اكيد اكيد كيلعبوا في الفرق ديالهم. انا ما كنعرفهمش بزاف، يلا عرفت تقريبا شي 4 ولا ما تسناوا، ولكن هذوك اللي كنعرف هنا يعني كانوا كيلعبوا، كاين اللي كان كيلعب في فريق الرجاء البيضاوي، كاين اللي بحال الدري هذا، هذا لعيب ديال شباب السوالم، هذا الدري هذا ديال شباب السوالم، هذا ديال شباب السوالم، هذا نسيت لي السميه ديالك، شباب السوالم الدري هذا، راه مهاجم، عرفتو الدري في شباب السوالم الدري هذا. قول لي هذاك الدري اللي في شباب السوال ما سميتو هذاك الدري؟ ما عرفتش واحد السميه عنده، راه راه
اه هذاك السنين 16 اي نجيمه نجيمه اي نجيمه سوق قطر صافي نجيمه هو هذاك نجيمه كان شباب السوالم مشى لقطر دابا. اذا هذا الشيء اللي قلت لكم انا عرفت هذاك الدري كان كيلعب في شباب السوالم كان لاعب نجيمه لكن حاليا كيمارس في الدوري القطري لاعب نجيمه. لان كما قلت انا حسيت بانه كاينه اللمسه ديال الكره حسيت بانه كاينه اللمسه ديال الكره مشى ليبيا وجا مشى هو متولي هذيك الفرقه اللي كان مشى لها متولي اي الله يحفظك شكرا على المعلومه. اذا كان مشى هو اللاعب محسن متولي فاش كان محسن متولي مشى اظن انه الهلال الاهلي الليبي الاهلي الليبي لما فاتني المعلومه فكان مشى هو وياه ومن ثم كان محسن متولي كان رجع هنا لاتحاد طنجه ولاعب نجيمه فمشى للدوري القطري كيمارس في الدوري القطري. لهذا قلت بانه كاين اللمسه ديال الكره ولعابه كيبان عليهم بانه كي بحال دوك اللعابه اللي كيعطيهم المدرب شي خطه وكيلتزموا بها يعني كيكونوا مثلا كيشربوا ديك الخطه التكتيكيه ديال المدربين. لهذا كما قلت فاللعابه لاعبين واحد الرزانه بواحد الحس ديال المسؤوليه وكانهم امام مقابله ديال السد. الاهداف ما كايناش كثيره من البدايه شحال كنتكلموا حنا الان دابا حاليا شحال من دقيقه دابا هذه 16 دقيقه هدف واحد هذا دليل على انه اللقاء صعب. اذا ما بقى لي اني نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر كنتمنى ان يكون ضيف خفيف الظل. عيد مبارك سعيد للجميع الى اللقاء نشوفوا بعد هذا الهدف هذا. اذا صعبه بنادم.